الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 27 بعد 100 تحت عنوان نظريات السكان، الجزء الأول Population Theories Part 1، راجيا أن تكون فيه الفائدة المستهدفة لطلبتنا وأحبائنا المتابعين في كل مكان من وطننا العربي الكبير والعالم الإسلامي بإذن الله. السكان كمورد أساسي من موارد الاقتصادية وموارد التنمية. نظريات السكان Population Theories. في هذا المقطع نستعرض بإذن الله تعالى أهم نظريات السكان بشكل عام، لكننا سنقدم بعض التفاصيل الهامة لنظرية واحدة، وهي نظرية الانتقال أو التحول السكاني. النظريات التي سنخوض في غمار شرحها إن شاء الله في المقاطع المقبلة، هذا المقطع وثلاثة أو أربعة مقاطع مقبلة بإذن الله، ستكون على النحو التالي. أولا، في هذا المقطع سنغطي نظرية الانتقال أو التحول السكاني، Demographic Transition أو Population Transition. النظرية الثانية، النظرية المالتوسية الكلاسيكية القديمة، أول نظرية ظهرت وانبثقت من أفكار الريفرند مالتوس إن شاء الله، ثم النظرية المالتوسية المستجدة نيو مالتوسيان، وأخيرا الضغط الخلاق أو ما يسمى بالكريتيف بريشر ثيوري. إذا كان أسعفنا الوقت في المستقبل إن شاء الله سأغطي النظرية الماركسية وبعض الأفكار الأخرى حول السكان ونظريات السكان. على بركة الله نبدأ بنظرية انتقال والتحول السكاني Demographic Transition. الآن الانتقال والتحول السكاني Demographic Transition، نبدأ بعنوان بسيط مبادئ أولي عن النظرية. ما هو الانتقال أو التحول السكاني؟ What is Demographic Transition؟ من الضروري أن يتعرف الطلبة والأحباء والمتابعين المهتمين بنظريات السكان، وطبعا طلبة التنمية والطلبة الذين يأخذون علم السكان، بالضبط ما المقصود بالانتقال والتحول السكاني. ثانيا، سنخوض في مراحل الانتقال التحول اللي هي Stages of Transition، المراحل الرئيسية أو الرئيسة لحدوث الانتقال والتحول. What are the major stages of its occurrence؟ ثلاثة، التغير الجغرافي Geographic Variations، هل يحدث الانتقال أو التحول السكاني في الوقت والمكان نفسه؟ Does the demographic transition occur at the same time and places؟ وإن شاء الله سنتبين من ذلك في المقاطع المقبلة. المبادئ الأولية، الآن المبادئ الأولية نظرة عامة حول مفهوم الانتقال أو التحول السكاني والمظاهر الرئيسة للتحول. أولا، تحدث هناك أو حداثة، يعني يتحقق ما يسمى بحداثة اجتماعية في مجال الإنجاب، التكاثر التوالد، A social modernization of the reproduction system، بمعنى آخر كيف الآن يتزاوج الناس ويتكاثروا بين الفترات الزمنية المتقطعة والمختلفة. ثانيا، التغيرات الممكنة التي قد تحدث في المجتمع، الخدمات الصحية improved health care and access to family planning. اثنين، مستويات التعليم، مستويات تعليمية أعلى للسكان وخاصة في قطاع المرأة، higher education levels especially among women. رقم ثلاثة، من التغيرات ممكن النمو الاقتصادي وارتفاع في مستويات حصة الفرد per capita من الدخل أو economic growth and rising per capita income level. وأخيرا، التحضر المدني تحت يعني عنوان تغيرات ممكنة، التوسع التحضر المدني، التوسع في الحياة المدينية بالcity بالurbanization، وزيادة في فرص العمل أو ما يسمى باللغة الإنجليزية Urbanization and Growing Employment Opportunities. نستكمل المبادئ الأولية، المبادئ الأولية نظرة عامة. ثالثا، الآن التحرك من توازن إلى آخر. ما المقصود الآن بالتوازن؟ Moving from one equilibrium to another. التوازن الابتدائي بيكون في عندي معدل عال للولادة ومعدل عال للوفيات. Initial equilibrium نبدأ فيه High birth rate and death rate، يعني high birth and death rate. التوازن النهائي سيتحقق ما يسمى بانخفاض معدلات الولادة والوفيات، final equilibrium اللي هو low birth and death rate. رابعا، الآن الشواهد التجريبية، ندعم النظرية بالشواهد الواقعية، theory backed by solid empirical evidence. خامسا،
المراحل الأربعة، سنتطرق المراحل الأربعة four phases أو stages. المرحلة الأولى هي معدل عال من الولادات متزامن مع معدل عال من الوفيات. المرحلة الثانية معدل عال من الولادات متزامن مع معدل منخفض من الوفيات. المرحلة الثالثة انحسار falling في معدل الولادات متزامن في مع معدل أو مع انخفاض في معدل الولادات. وأخيرا انخفاض معدل الولادات متزامن مع المعدل المنخفض للوفيات أصلا. الآن سنتطرق إلى مفهوم التحول الوبائي. ما هو التحول الوبائي؟ التحول الوبائي epidemiological transition يقصد به انتقال المجتمع من التأثر بالأمراض السارية. الآن في القرون السابقة كان كثير من الناس يذهبون هلاكا بالموت من جراء الطاعون الكوليرا والسفلس وما شابه. إلى الآن ينتقل إلى التأثر بالأمراض التي يصنعها الإنسان، وهي أمراض ناتجة عن التلوث والسكري والسرطانات الحديثة عن الناتجة عن السمنة والملوثات الصناعية للمياه والغذاء. التركيز على التغيرات التي تحدث عبر الزمن وخاصة معدل الوفيات، يعني هذا ما سنتطرق إليه، الذي يؤثر بقطاع معين من السكان. سندرس اللي هو focuses on changes over time in the causes of mortality affecting certain population. يقصد به الوفيات بين الطبقات الاجتماعية، فقراء وأغنياء، متعلمين وجهلة. طبعا سبحان الله الفقر والغنى مرتبط بالطبقة الاجتماعية، والتعلم والجهالة مرتبط كذلك الأمر، ما يعني أنه كيف السكان يتأثروا بهذه المتغيرات. وينبث عن هذه الفكرة أمران مهمة، أن هما الظروف الصحية للمجتمع health condition وأنماط الأمراض disease patterns التي تسود في المجتمع وبين السكان. ينتج عن ذلك انخفاض معدل الوفيات وارتفاع العمر عندما تتحسن الآن الظروف الصحية، وأنماط الأمراض تختلف ما بتعود سارية كما كانت. والآن ينتج عن ذلك انخفاض معدل الوفيات وارتفاع العمر المتوقع، result in a decline in death rates and an increase in of life expectancy. وإن سقطت الكلمة expectancy سهوا، ومع الأسف أعتذر عنها. ينتقل المجتمع من حالات الأمراض المعدية إلى حالات الأمراض الطبيعية بحكم السن وما شابه، أو الأمراض التي يصنعها البشر، ما تسمى الآن society goes through a transition from communicable disease اللي هي الأمراض السارية to degenerative disease اللي هي أمراض بحكم العمر والتي تحدث بسبب التلوثات والأمراض الحديثة السكري وما شابه. المبادئ الأولية للتحول الوبائي، نأخذ الرسومات البسيطة هاي. الآن انتقال في الحالات الوبائية stages in epidemiological transition تتشكل من ثلاث مراحل رئيسية في التحول، اللي three identifiable stages in the transition: حقبة الأمراض السارية age of communicable disease، حقبة الأوبئة age of receding pandemics، وحقبة أمراض العمر وهي من صنع البشر age of degenerative and man-made diseases. أنا عندي الآن الأمراض السارية، وسنتطرق الإطار الزمني بإذن الله. فهون عندي الأمراض السارية كالسيفلس والطاعون والكرة وما شابه. الآن ننتقل من هذا الفضاء المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. هاي الانتقال سيستغرق 30 عاما، ومعدل بيكون فيها معدل عالي للوفيات ومعدل عالي للولادات والوفيات. الآن ننتقل، نحتاج تقريبا 30 سنة، وهي بناء على التجربة الغربية كما سأذكر في يعني الشرائح المقبلة. بيصير عندي انحسار الأوبئة receding pandemics، وننتقل للمرحلة الثالثة التي ستستغرق 50 عاما، بيصير عندي خصوبة عالية وانخفاض معدل الوفيات. هذه المرحلة الثالثة والأخيرة أمراض العمر، ننتقل من هنا إلى هنا أمراض العمر والأمراض من صنع البشر، هذه ستستغرق 70 عاما، بكون في عندي خصوبة منخفضة ووفيات قليلة، وهي سمة رئيسية الآن في المجتمعات الغربية الغنية الصناعية مثل أوروبا الغربية، الولايات المتحدة، أستراليا، ربما روسيا، اليابان طبعا مشمول بذلك. نتابع النظرية الآن بعد هذا المقطع المهم جدا. المراحل الأربعة، الآن
سنتطرق ببعض التفاصيل عن المراحل الأربعة، المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، والمرحلة واحد، مرحلة اثنين، مرحلة ثلاث، مرحلة أربعة. الآن في هذه المرحلة لم يكن هناك تخطيط الإنجاب، بسموه الفاميلي بلانينج وما شابه. كان للوالدين عدد كبير من الأطفال الذين احتاجتهم الأسرة للعمل في الحقول، إضافة، أعتذر عن هذا الخطأ الطباعي، إضافة إلى تأثير العقيدة الدينية والثقافة المجتمعية المشجعة للحجم الكبير للأسرة. سأتمم كل مرحلة مرحلتها. الآن تحت هذه المرحلة بيكون عندي معدل عالي للوفيات، معدل عالي للوفيات. يتميز الآن هذه الحقبة المرحلة أمراض فتاكة، منها الطاعون والكوليرا والمجاعات وانقطاع مصادر الغذاء والنوعية الرديئة للغذاء وقلة الوعي البيئي والنظافة وتلوث مياه الشرب واختلاطها مع المياه الملوثة من مجاري التصريف الصحي. المرحلة الثانية الآن ليس هنا ما يذكر، يعني ليس هناك أي شيء يذكر هنا، لكن بنحسر معدل الوفيات، يحدث انحسار بمعدل الوفيات falling retrace. في هذه المرحلة يحدث تحسن في الخدمات الصحية والوعي البيئي والنظافة ومصادر الغذاء ومياه الشرب وإبعاد مصادر التلوث عن المدن والبلدات وتحسن في وسائط النقل وشحن الغذاء، أعتذر عن الخطأ الطباعي ثاني مرة، وشحن المواد الغذائية في وسائط النقل المتعددة الجديدة، ما أدى خلال الفترات الزمنية السابقة إلى انخفاض معدل الوفيات. في المرحلة الثالثة دخول تقنيات تخطيط الإنجاب family planning مثل contraceptive وما شابه، اللي هي موانع الحمل والأشياء هاي، والتحسن الملحوظ بالوعي الصحي والخدمات الصحية وأتمتة الصناعات اللي هي automation of industry وانخفاض توظيف العمالة، لأن رأس المال دخل على الإنتاج وقلل نسبيا من توظيف العمالة، وارتفاع رغبة عامة الناس وخاصتهم لامتلاك السلع المادية وحب الثراء، وانخفاض حجم الأسرة رغبة من أرباب الأسر كي يتفرغ ولمزيد من العمل، ومراكمة المال والسلع وتحرير المرأة من القيود الاجتماعية. في هذه المرحلة يحدث يعني ما يتحقق معدلات منخفض الوفيات اللي هي low death rate. في المرحلة الرابعة والأخيرة النظر إلى الأطفال وعلى الأطفال باعتبارهم عبئا، يعني they are now liabilities كما يسمى، عبئا ماديا لا مكسبا في سوق العمل، they are not assets في سوق العمل مثل ما كان ينظر إليهم في المراحل السابقة. في هذه المرحلة تنخفض معدلات الوفيات وكذلك الأمر معدلات الخصوبة. الآن سأمثل ذلك برسوم بيانية مهمة جدا، أي الرسم البياني الهام. الآن نعبر يعني من المرحلة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة. نلاحظ أنه الآن هذا المنحنى الأحمر يدل على أو يمثل معدل وفيات death rate. هنا حدث سنة طبعا يعني من 1700-1800 في 100 عام، هذه الآن قرن كامل يحدث انخفاض في معدل الوفيات لكن ثم يرتفع دفعة واحدة. فهنا عندي هذه الشكل، هنا بيدل على انه يعني في عندي انخفاض. والان معدل اللي هو الولادات، هذا المنحنى الاخضر السميك. فلما ندخل بالمرحله الاولى المرحله الثانيه بدات هون الان تقريبا في حوالي العام 1760، يعني 30 40 50 60 بدات الثوره الصناعيه الاولى، فانتقلنا من عهد الإقطاع وعهد المركنتالية والعهد الآن اللي كان فيه خدمات صحية رديئة واستعمال مكثف العمالة إلى الآن يعني أوروبا الغربية والولايات المتحدة بدأت تنهض اقتصاديا، فبدأت باستخدام مكثف رأس المال وانخفاض نسبي لحجم العمالة، ما أدى إلى زيادة الوعي. الآن ما زال الآن معدل الوفيات ينخفض إلى حد ما، ومعدل الولادة ينخفض إلى حد ما، لكن هنا الفرق بينهم في النمو السكاني demographic growth، يعني الفرق الآن بين المعدل هذا والمعدل هذا، يعني أنه هناك الآن سكان أعلى. هذا المنحنى الأصفر بيقول لي كيف كان السكان، السكان كانوا مستقرين إلى حد ما كان من حيث العدد، فأخذوا بالارتفاع من بداية القرن السابع عشر اللي هو يعني 1800، ثم بدأ بارتفاع أكثر وأكثر
خلال 1900، واستقر بعد ذلك في الدول هذه الغربية بعد تقريب الحرب العالمية الأولى والثانية كما نلاحظ في هذه المرحلة. فعندما انتقلنا من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية زاد عدد السكان، عندي هون معدل الوفيات ينخفض، معدل الولادة ينخفض لكنه كان أعلى شوية من شيء قليل أعلى، فحدث الآن نمو سكاني. انتقلنا إلى المرحلة الثالثة، ما زال الآن معدل الولادة ينخفض لكنه بقي أعلى معدل الوفيات. عندما انتقلنا من المرحلة الثالثة إلى الرابعة الآن استقر عدد السكان عندي هون population، فاستغرقت تقريبا 100 عام أخرى من 1900 لسنة 2000. فهذا الشكل البياني يعطينا فكرة رائعة دقيقة وبالتفصيل عما حدث خلال هذه الفترة من 1700 إلى 2000، تحكي تقريبا 300 عام، وكما رآه يعني منظرو أو رآها منظرو نظرية الانتقاء والتحول السكاني. سأدخل الآن ب يعني ما يسمى بالتغير، التغيرات الجغرافية أو geographical variation. السؤال، التغيرات الجغرافية أو geographical variation، سنفرق ونميز بين نوعين أو شكلين من الدول. الدول الصناعية الغنية اللي هي developed countries، اللي هي التي تطورت على الأقل من حيث رأس المال وتكثيفه والتقنيات واستخدامه في الإنتاج، فاستغرقت الفترة الزمنية التي احتاجتها هذه الدول كي تحقق التحولات السكانية مدة لا تقل عن 250 عاماً، وتحديدا منذ حوالي العام 1750 عفوا، اي بعيد الثوره الصناعيه الاولى، وحتى العام 2000، اي منذ اشتداد الموجه الرقميه اللي هي ديجيتال ويف، استخدام الحواسيب وما شابه وتطبيقاتها في الصناعه والتجاره والخدمات والتطور الاقتصادي ورأسمالية المعرفه. استطاعت خلال هذه الدول انتشال نفسها من براثن المرحله الاولى حيث الوفيات العاليه والكوميونيتي ديزيز اللي هي الامراض الساريه، لكن الوقت نفسه لم يتجاوز نمو السكان فيها قدرة الاقتصاد والطبيعة على امتصاص توابع التطور السكاني والاقتصادي، فبقيت هذه الاقتصادات معافاة. أما الدول النامية الغنية والفقيرة منها developing countries، بدأت هذه الدول بالانتقال والتحول السكاني في بدايات القرن العشرين الماضي 1900 وطالع يعني، وحدث معظم التحولات في الدول النامية المتقدمة بعيد الحرب العالمية الأولى، أما التحولات في الدول النامية الفقيرة فقد حدثت بعيد الحرب العالمية الثانية. قليل من الدول النامية مر عبر التحولات والتحورات السكانية جميعها، يعني بمعنى آخر المراحل الأربع، فقد انحبس معظم هذه الدول في نهاية المرحلة الثالثة، أي لم تدخل في مرحلة استقرار حجم السكان أو انخفاضه، وما أن انتهت من المرحلة الثالثة حتى ارتفع سكان حجم السكان بشكل مزعج، أثر في خطة مثل الهند والصين وبعض الدول إندونيسيا يعني مثلا، حاولت أن يعني تدخل طبعا عفويا بمراحل الانتقال أو التحول السكاني، لكن سبحان الله سأضرب مثال قليل أو بسيط بعد قليل عن ما يسمى بأنها كيف انحبست في هذه المرحلة. الآن التغيرات الجغرافية يتمها. السؤال الذي يطرحه اقتصاديو التنمية والاقتصاد، هل ستحدث التحولات السكانية عبر العالم كله across the world، يعني عبر العالم عند دول العالم؟ أجاب بعضهم بأن نموذج الانتقال أو التحول السكاني غربي المنشأ، بمعنى آخر أن هذه الأفكار نشأت في العالم الغربي، يعتمد طبعا هذا النموذج على خبرة الغرب الصناعي في مجال السكان والتنمية وملاحظاتهم للظواهر التي يعني مرت بها السكان والنمو السكاني من حيث الوفيات والولادات. هناك بعض الشواهد التي تبين أن سيرورة التحول Transition Process ماضية في كل الدول والمجتمعات، يعني تمشي تسير في كل الدول. المشاكل والمسائل المتوقعة خاصة في الدول التي تنمو الآن الفقيرة الغنية منها والفقيرة اللي هي الدول النامية، أن عدد سكان الدول الفقيرة عال إلى حد كبير، بحيث تؤدي زيادة بمعدل بسيط في حجم السكان إلى ارتفاع العدد المطلق بشكل كبير،
وعلى سبيل المثال لو أن سكان الأردن كمثال بسيط نما بمعدل 5% بناء على الآن عدد السكان هو بالغ تقريبا 9 ملايين بني آدم من النسمة، فإن العدد الإضافي سيكون بحدود 450 ألف إنسان. أما إذا نما عدد سكان الصين بالمعدل نفسه أي 5% فإن الإضافة ستكون بحدود 65 مليون إنسان جديد، 5% من مليار و300 مليون أو مليار و400 مليون. اثنين، هناك فرص ضئيلة للهجرة خارج المجتمعات الكبيرة مثل ما حدث لأوروبا منذ العام 1750 وحتى هذه الفترة. بمعنى آخر الآن أمريكا تستطيع أن تستوعب كثير من المهاجرين، أوروبا كل الدول الصناعية الغنية تستطيع أن تستوعب يعني موجات هجرة، لكن نتيجة لأسباب سياسية واقتحام الإرهاب وما شابه دخلنا في متاهة سياسية، فلم يعد هناك تعد هناك فرص أمام المجتمعات الكبيرة سكانيا أن يهاجر كثير منها إلى الولايات المتحدة، إلى كندا، إلى أمريكا الجنوبية التي تستطيع الاستيعاب برضو بمئات الملايين. فهناك فرص ضئيلة للهجرة خارج المجتمعات الكبيرة، كأن نقول من الصين إلى الولايات المتحدة. هناك يعني بوخ العدد قليل جدا جدا، لكنه لا يؤثر بحجم السكان في الصين. وهناك أخيرا معيقات ثقافية دينية تؤثر في وعي الناس حول التكاثر والإنجاب، اللي هو نقصد فيه إنه الدول الفقيرة هاي في هناك ما زالت تتأثر بالدين والثقافة، ما يعني إنه يعني بيعتقدوا إنه هناك واعظ ديني وهناك عائلة اجتماعية وثقافية سائدة في المجتمع المحلي إنه لابد من التكاثر. المقطع القادم إن شاء الله من نظريات السكان سيكون بإذن الله حول النظرية المالثوسية من نظريات السكان. طبعا شكرا لكم على حسن المتابعة، لا تنسوا التعليق على محتوى المقاطع من أجل التعديل والتحسين المستمر على نوعية المعلومات للمتابعين والطلبة الأعزاء، ولا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة من أجل تعميم المعرفة بلغتنا العربية الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذنه تعالى.